أهلا بكم في ترند. مشاهدينا في كل مكان، تجاوز هذه الأزمة مسؤولية وطنية جماعية، وكل واحد فينا يشكل جزء ولو بسيط في حل هذه الأزمة بالتزامه واتباعه للإرشادات الوقائية، خاصة في العيد. خلونا نواصل بعزم لسلامتنا وسلامة الآخرين. الجائحة احتجنا أن النادي أطباء من جميع الأقسام أثبتوا بصراحة أنهم على استعداد تام للمساعدة، يخوضون التجربة بكل ثقة بكل وعي بكل قوة، يريدون أنهم يخدمون البلد. يعني نروح حق مرضى ما فيهم أي شيء ويتصل مجرد أنه نفسياً خايف، هاي مسؤوليتنا يعني بالنهاية. يعني إذا ما قدرت أفيده من بيفيده؟ أنا في المكان اللي لازم أخدم فيه الناس، حتى من الناحية النفسية غير الرعاية الطبية اللي راح نقدمها، حتى لو كانت الأعراض متفاقمة، يعني بغض النظر عن تفكير أنه ممكن يعديني أو لا. يعني قبل كان شغلنا يمكن شبه روتيني، يخلص الدوام على طول نرجع البيت، بس الحين شغلنا صار متواصل ليل ونهار، شغلنا حتى نودي معنا البيت، هذه واجبنا وهذه مسؤولياتنا. فكنت أحس المرضى بالعكس هم جزء مني، يعني وحس أنهم جزء من عائلتي أحاتيهم أكيد. انفصلنا عن عائلتنا، انفصلنا عن أصدقائنا، ولكن يبقى عندك حس المسؤولية، حس حب الوطن، حب الأداء، تمارس عملك أو تمارس الشغل، كل حب اللي في الأخير بكرة بإذن الله لما نتجاوز الأزمة وننظر حق كل هاي الأمور أن هي تكون من الماضي، بكون فخورة بنفسي أن أنا كنت جزء. ف التعب كله بإذن الله راح يروح. أنت نقطة مفصلية وأنت خط الدفاع وأنت يعني معتمد عليك من قبل البحرين يعني ككل. أنت لما تتصرف أي تصرف، لما تطلع وما تلتزم، أنت قاعد تأثر على الأطباء، تحط عبء أثقل على كاهل الأطباء. ابتسامة مريض أو ابتسامة أي شخص إنه متعافي فعلاً هو عزز دورنا إحنا كمكافحين عدوى، إنه لا والله وظيفتنا جداً مهمة وجداً أساسية. خدمة الناس بعد هاي شيء عظيم. تجاوز هذه الأزمة راح يكون مسؤولية وطنية جماعية، مو بمسؤولية شخص ولا شخصين، راح يكون مسؤولية مجتمع بكبرة. إذا أنتم التزمتوا بالتدابير تقدرون إن أنتم ما تتعرضون حق الموقف. الكل لازم يتكاتف، الكل لازم يصنع فارق، كل واحد يشكل جزء ولو بسيط من حل مشكلة فيروس كورونا في هذا الوقت. احنا راح نواصل بعزم كل الجهود اللي نقدمها، ممكن نقدم أكثر، بس نتمنى من الجميع أنه يلتزم. الصندوق الإلكتروني هو مسمى مجموعة المبادرات والبرامج الموجهة لقطاع الشباب والناشئة اللي أطلقتها وزارة شؤون الشباب والرياضة في فترة النشاط الصيفي، ويهدف الصندوق الإلكتروني إلى تدريب وتنمية وصقل مهارات الشباب بطريقة مبتكرة تنفذ عن بعد بواسطة برامج البث المباشر في مختلف المجالات. وسيتم توزيع صندوق يحتوي على مواد وأدوات خاصة بكل برنامج وإيصالها إلى منازل المشاركين قبل بدء البرنامج لتنفيذ المشاريع الموكلة لهم. مشهد مهيب لحجاج بيت الله الحرام تصدر تويتر وهم يؤدون طواف القدوم وسط تطبيق الإجراءات الوقائية، فنلاحظ في الفيديو مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب بهدف تنظيم مسارات دخول الحجاج وأداء مناسكهم لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأفواج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
لليوم الثاني على التوالي يتصدر اسم الطبيب الغلابة محمد مشالي مواقع التواصل الاجتماعي. وتكريما للطبيب الراحل قام مجموعة من الرسامين من جمهورية مصر العربية برسم لوحات لطبيب الغلابة، بينما في المغرب رسم ناشطون في مدينة المحمدية لوحة جدارية للطبيب محمد مشالي تم تداول صورة عنها في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. لتقليل مستوى البدانة بين السكان في بريطانيا، قررت الحكومة البريطانية منع إعلانات الوجبات السريعة على التلفزيون والإنترنت قبل الساعة 9 مساء، بالإضافة إلى منع عروض اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانا على الوجبات السريعة والحلويات، وفرض وضع السعرات الحرارية في قوائم الطعام. أكثر من 60% من البالغين في بريطانيا يصنفون على أنهم يعانون من الوزن الزائد، وانتشار فيروس كورونا أثار قضية البدانة، مما جعل الحكومة تدشن حملة صحة أفضل إلى جانب التدابير الجديدة. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من ترند، وكل عام وانتم بخير. في أمان الله.